بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنتكلم في الجزء الثاني من الفيديو عن الباب الأول في السلفية التي نعرف ونحب في كتاب هموم داعية. بنتكلم عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين. والآن بعد مسيرة طويلة، للإنسانية، أنظر إلى نفسي من حولي فأجد الشبه القريب بين أعداء محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين وأعدائه في الآخرين، على حين أن أجد الشبه بعيدا بين اتباع محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين بعيدا عن اتباع واتباعه في الأوخ... في اتباع... واتباعه في الآخرين. تمام؟ طيب، إن صحابة محمد صلى الله عليه وسلم عندما قدموا كلمة التوحيد، عندما قدموا كلمة التوحيد قدموها على أنها فكاك لأعناقهم، من دروب الوثنيات الدينية والاجتماعية والسياسية، فلا مكان في ظل الإسلام لفرعونية حاكمة ولا قارونية كانزة ولا كهنوتية موجهة ولا جماهير ذلول الظهر لكل راكب أو مستغل. ومن خلال تعاليم الكتاب والسنة أدرك الناس دون تكلف ولا تقعر أن الحريات موطدة وأن الحقوق مصونة وأن العقل ينبغي أن يفكر دون قيد وأن أشواق الفطرة تلبي الحاجة دون حرج وأن الدولة في الإسلام مع المظلوم حتى ينتصف وعلى الظالم حتى يعتدل وأن الصيحة الوحيدة التي يصحو عليها النائم ليصلي ويصغي إليها المرهق قبل أن يدلف إلى فراشه ليرقد هي الله أكبر الله أكبر فجرا وعشاء فجرا وعشاء. هذه هي الدنيا كما فهمناها من ديننا على في من ديننا بيد بيد أن العالم الإسلامي لا يعرف هذه المعالم في دنياه، وقد يسمع عن شيء منها في العالم الذي لا يعرف الإسلام. ومما يثير الدهشة أن أناسا من المتحدثين في الإسلام لا يعرفون هذه المعالم، وعندما يتكلمون في الدعوة الإسلامية لا يعرجون من قريب ولا من بعيد إلى هذه المعالم. إنني لا أكلفهم باعتراض أوضاع فاسدة فهم دون ذلك، وإنما أكلفهم ببيان الحقائق، فمنذ أيام قدم استجواب في الكنيسة اليهودية عن مقتل شباب وشاب عربي في إحدى المظاهرات، ويظهر أن مقدم الاستجواب من العرب الشيوعيين في دولة إسرائيل وقف مناحم بيجن يرد في غضب شديد ويقول: تريدون أن تقيموا هذه الدنيا وتقعدوها لمقتل شاب عربي، على حين خيم الصمت التام بعد مقتل 10,000 في مدينة عربية مجاورة وتسوية ثلث مساكنها بالأرض. وشعرت بالخزي وأنا أسمع الإجابة، وقلت لرجل يسمع مني أن بيجن هنا ينطبق على الحديث المشهور: صدقك وهو كذوب. وإن كانت مجزرة هذه المدينة محنة تقشعر منها الأبدان وتقشعر منها الجلود وتقترح العيون، فإن الصمت الذي لفت نظر السفاح اليهودي مناحم بيجن بعد وقوعها منحة أنكى وأقصى. وقرأت في الصحف نبأ عن هذا الكاثوليكي الذي تبنى 30 عن هذا الكاثوليكي الذي تبنى 30,000 طفل مسلم في الصومال لينشئهم على النصرانية. راح يتبنى أطفال في الصومال عشان ينشئهم على النصرانية. وقلت إن جزءا من المال العربي الضائع في أندية القمار كان يمكن أن يحفظ مستقبل هؤلاء، وما أكثر يتماؤنا الذين استولت عليهم مؤسسات التنصير من جراء هذا التفريط. الغرابة ليست في وقوع هذه الجرائم على فداحتها، الغرابة في ذهول الناس من المتحدثين في الإسلام عنها وعن المقدمات النفسية والفكرية التي أدت إليها. إنني أرتاب في عقل هؤلاء أو دينهم، فلنتأمل في ذاتنا نحن المسلمين. إننا نريد على 1,000,000,000 من البشر ونسكن أرضا نزيد عن 1,000,000,000 من البشر ونسكن أرضا تمتد بين المحيط الأطلسي والهادي وتحتوي على معاقل الممرات العالمية، ونملك ثلث ثروات العالم السائدة والجامدة، وهذه إمكانيات تجعل من أمتنا أمة طليعة لأمة زانبا.
وقد كان سلفنا أقل عددا وأكثر فقرا، ويحيا على أرض قفرة معزولة عن الحضارات الإنسانية الكبرى، فكيف نجح وساد على حين أخفقنا وتخلفنا؟ في اعتقادي أن الثقافات المسمومة التي نتناولها والأحوال المعوجة التي ألفناها هي التي أزرت بنا. إن الإسلام يدرس بطريقة جنونية، وشياطين الإنس والجن يحرسون هذه الطريقة حتى تسلم لهم مكاسبهم الحرام وتبقى لهم زينة حياة الدنيا، ومع الإحساس العام بضرورة التغيير كي لا نفنى، ومع أننا بصرنا القاصرين بأسباب الانحراف ومصادر الشر، فإن المستقبل غامض إلا أن يشاء الله. وهنا خصومات علمية فات وقتها. وفيما كنت أفكر في هذه الأمور وأمثالها، طرق بابي شاب وكان في عينيه بريق يدل على الذكاء والحماس معا، قال: قرأت بعض كتبك ورأيت أن أستكمل معرفتك من أسئلة أوجهها إليك. فقلت له: حسبك، سؤال واحد فلدي ما يشغلني. قال: وما رأيك في الفوقية بالنسبة لله تعالى؟ وما تعودي لقاء شاب كثير من هذا الصنف إلا أن السؤال فاجأني. تريست قليلا ثم شرعت أتكلم، لا أدري كيف أجيبك. أنا مع أهل الإسلام كلهم، أسبح باسم ربي الأعلى، أسبح باسم ربي الأعلى، وبين الحين والآخر يطوف بي من إجلال الله وإعظامه إجلال الله وإعظامه ما أظنني به واحد من الذين قيل فيهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. النحل، آية 50. تسألني عن هذه الفوقية؟ لا أدري. أنا مع العقلاء الذين يقولون: السماء فوقنا والأرض تحتنا. ثم إني بعد أن اتسعت مداركي العلمية عرفت أن الأرض التي أسكنها كرة دائرة طائرة، وأنها مع إخوات لها يتسقن في نظام مع أمهن الشمس التي تجري هي الأخرى، مع لدات لها في مجرة معروفة الأبعاد والمدار. وقد أحصانا ما ألفلك مجرات كثيرة عامرة بالشموس مثل مجرتنا، وحسبوا بعد مطالعات ومتابعات أنهم عرفوا حدود الكون، ثم كشفت لهم المراصد على مسافة ملايين الملايين من السنين ضوئية أن هناك مجرات أخرى أسطعوا ضوءا وأشهدوا تألقا، فعرفوا أن الكون أرحب مما يظنون. إنهم أن أو أنا لم يهلني يهلني أمر من هذه الكشوف لم يهلني أمر من هذه الكشوف، وإنما ازداد إعظامي لربي الذي بنى فأوسع وزرع فأبدع، أنه يهب لذة لهذه الأكوان وجودها وبقاؤها لحظة بعد أخرى. وأذكر أني رأيت مرة أسرابا من النمل تحف بقطعة من الحلوى وتسلم فتوتها لأسراب أخرى، رأيت ألوفا تأخذ من ألوف، فاتجهت إلى السماء وأنا أقول: وثم ألوف مؤلفة من النجوم الثابتة والكواكب الدوارة، أن إن الدقة التي تحكم حياة النمل في جحوره هي الدقة التي تحكم الشموس في دهراتها، رؤية تامة هنا وهناك. له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. الكهف، آية 26. ونختم الباب بقولنا: ما دامت السماء محيطة بنا فهي فوقنا وتحتنا، ونحن على أرضنا نكون فوق قوم يعيشون على الأرض في جانب آخر منها. وعلى أي حال فالخالق الأعلى له فوقية تقهر الخلائق جميعا وتستعلي وتستعلن على الجن والإنس والملائكة وسائر الموجودات. ذاك ما أعرف، ولا أحب إفساد النظم القرآني الكريم بتعريف ما أنزل الله بها من سلطان.